مشاهدين شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من نواحي مدينة طنجة، بالضبط في دوار شراقة. اليوم القصة ديالنا كدور على واحد السيدة اللي معنا اليوم هنايا، حنا جينا عندها. هاد السيدة هي أم خمسة الأطفال، هاد الأطفال كاملين بيهم بنات. عند الزوج ديالها خدام في الموقف. المشكل اللي عندها مع الجار ديالها، الجيران ديالها واحد ولدهم عنده ديك 25 عام كان كيتحرش لها بنته اللي عندها 13 عام. هي ما يتحرش بها، ولدرجة انه شي مرات كيوصل انه يتحرش حتى بالام. وهي هادشي كامل هي غتحكي لكم بالتفاصيل. فاش ديكشي عياو في الاول كيميكو عياو ما ينعلو الشيطان صافي. فاش شافوا زعما ديكشي زعما تعدى الحدود مع البنيته ديالهم، وانتم طبعا كتعرفوا يعني البنت باقا قصير باقا صغيره، مشاو دعاوه. فاش دعاوه تحكم شهر ونص، يعني قضيه ديال التحرش بقاصر تحكم بها بشهر ونص. 3 شهور ماشي شهر ونص، واخا تحكم بها بثلاث شهور. من مر ما خرج جا حلفان في راجله، هي غتوريكم الصوره هي عندنا هنايا. جا وكب عليه الماء القاطع، يعني مشى له وجهه كامل. مر ما كب عليه المقاطع، عاودو دعاوه المره الثانيه. دابا حاليا هو محكوم بعام ونص، قلتي لي بعام ونص محكوم. دابا حنا جينا بسم الله، بعدا قبل ما نعطيها الكلمه نكمل لكم الفكره. بسبب هذه المشاكل كامله اللي عندها، جات في الاخر باغا تبيع دارها، غتخرج من دارها بسبب هذه المشاكل مع الجيران. يعني واخا دخل ولده من الحبس، دابا الله يدلها مشكل اخر مع الوالدين ديالو، ما كتقدرش تخرج من الدار، كتبقى شاده عليها خوفانه، حيت الا خرجت او لا خرجوا بناتها راه ياكلوا في ظهرهم، كيجيو كيسيبوا عليهم الحجر، كيحرطوا عليهم الناس الحومه. دابا السيده باغا تخرج من دارها وباغا تبيع دارها، وفاش بغات تبيعها عندها الكابليس ديال الضو دايزين، ولهذا حتى حد ما زعم انه ياخذ من عندها. تفضل عاودنا. السلام عليكم. انا عندي المشكل مع الجيران اللي كان كيتحرش لي بالبنت. ديك الساعات مشينا شكينا به الجدارميه، جاو الجدارميه داوه وحكموا عليه 3 شهور. حكموا عليه 3 شهور ديك الساعه ملي خرج في رمضان ديال العام اللي فات. خرج بقى كيسكر، بقى كيحرش بينا الكلاب ديالو هنايا، وكيسيب علينا الحجار وهذه. بقينا حنا كنميك وكنبقى نشكيو لباه وهذه، كنقول دابا ينعس الشيطان، دابا ينعس الشيطان. واحد المره هو يجمع شي 3 الدراري مشاو عندو الباركي، خو علو الماء القاطع كامل فوجو، خو علو الماء القاطع وحرقو فوجو. ايوا ديك الساعه مشينا داتو لابيلانس للطبيب، الطبيب ما الصراحه ما واخا هكاك ما دارو له والو. مشينا عاوتاني من القنيطره، مشينا قنيطره الله يجازيهم الناس بخير هما اللي عاونوني. مشينا دينا قنيطره ودوزنا له ودرنا له سكانير الوجه، جبرنا وجهه كامل من هنايا مهرس ولا تحت العين. ايوا دابا بقاو كيجيو والديه كيقولوا والديه ضروري ديروا التنازل. قلت له كيفاش نديروا التنازل وهو ما خلى ما دار فينا بالعائله وبانا وبوبا؟ عاد ما كنشوفوا هادشي كامل اللي عملوا فيكم، وهذا كيقولوا تنازلوا على هادشي هذا. التنازل منين ما بغاش الراجل ما بغاش يدير التنازل، بقى كيجي هنا كيحفر بحال كيحفر الواد الحار وكيرجعوا علينا. هذاك واد الحار قلت له خليه، حنا نبقاو نقزو عليه ماشي مشكل ميكو. بقى كيخرجوا الاولاد عاود كيبقى يضربهم بالحجر، قال لي انا كنخلعهم باش ما يجيو لي شي الدجاج، والدجاج الدري اولادي كاع ما كيحملوا لا الدجاج لا حتى حاجه، كيمشيو قال لي كيضربهم بالحجر غير بالعاني باش يبقى يهددهم باش ما بقاش يخرجوا. يوم بقينا في هذيك الحاله. دابا خصني ضروري نبيع الدار، نحيد من هنايا على ودي وليداتي، حيت بنياتي باقي صغار، الكبيره فيهم 13 عام. الكبيره ديالهم هي اللي كان كيتحرش بها. الكبيره عندي هي 13 عام كتقرا دابا، راه غير بسبب المشاكل كتسقط من الدراسه. ملي كتقرا هي شنو قسم شنو مستوى؟ دابا كان عليها تقرا، دابا هي في الثامنه، دابا مسكينه باقيه في السادس، باقي كتسقط حيت ما المشاكل ما خلاوش، كتجيش مع المشاكل وتخرج للزنقه مع المشاكل، ما عندهاش يقاد القرايه كاع. خصني نخرج من هنايا ضروري في اقرب وقت. كيف كانت الحاله النفسيه ديالها هي ملي كان كيتحرش بها هذا الجار ديالها؟ قسما بالله العلي العظيم اللي كتخرج كيبقى يتحرش بها، كتجي كتبقى فمها كيزرى كتبقى وكيبزق ليها على وجهها ملي ما كتبغيش تشوف فيها ولا شي حاجه. ملي كيهبط سرولو كيبقى يوري لك الهم ديالو، هذه كيبقى يزق ليها على وجهها. ملي كان كيوصل لدرجه التحرش معها حتى لهذ الدرجه؟ قسما بالله كل شيء تخرج غير الحومه تسقسيهم ويقولوا لك هذا الشيء اللي كاين. وديك الساعه جا المخزن لهنايا
وقالوا لنا على الشيطان بعدو من المراه، قال لي مخزنا شنو كتطلبي من هاد الناس؟ كلا غير بعدو غير مني، ما كنطلب منهم حتى حاجه، غير بعدو غير مني. درت الشكايه عند وكيل الملك على حساب البنت، ما خلينا ما درنا الصراحه الله ما تشدش ديك الساعه ملي بقينا كنديروا الشكايه، ما تشد اخو عليه المال قاطع على الراجل عاد ديك الساعه. ولكن قلتي لي في البدا في الاول شبر شبر واحد المده ثلاث شهور وخرج عاوتاني، وبقينا كنديروا عليه عاوت الشكايه. واخا دوز ديك ثلاث شهور خرج وهذوك بقى كيتحرش بها، ملي خرج عاد بلا بحال تشجع، زعما راه ثلاث شهور بحال غير دوزت مع بحال زاد تشجع، وبقى كيسكر كيسيب القراعي الشراب هنايا مع ولا زعما مو ديك التخربيق هنا كيكون هنايا وصافي. انا ما عندي غير البنيه، ما عندي لا الدراري زعما لا يحاميو عليا لا حتى حاجه، والراجل كيقيف الخدمه في الحومه حتى واحد هنا ما كيعرف، والله العظيم حتى واحد هنا ما كيعرف. بحال اللي جالسه انتي بوحديتك مع البنات ديالك وصافي. كيخرج من تقريبا من 8 الصباح حتى 9 العشيه عاد كيجي كيخدم في الباركي. ايوا اش غنقول لك، والله ما كرهت نبيع نخوي من هنايا، كنتمنى ماشي مسؤولين اللي كيشوفني غير يحيد لي هاد السلوكه ديال الضو او لا يدير اي حل، غنحيد من هنايا وحق الله العظيم. شحال نتينا ساكنه هنايا؟ شحال الوقت دابا؟ هو انا الاولى هنايا، انا جايه 6 سنين هنا، هما يلا عندهم شي 3 سنين واقيلا، انا 6 سنين ولا 7 سنين، هما يلا جاوا سكنوا. والسبب ديال هاد الشيء هذا على حساب السبب ديال هاد الشيء هذا هو سميتو، هو في الاول كان كيجي كيسكر وكيبقى يزبل، وهذه ما ديناش فيه حنايا، قلنا راه مولفه حيت كان فواحد الحومه تما كلشي الناس مدابز معاه، قلنا دابا ينعل الشيطان، حنا ما خصناش نخسروا الجيران، ما خصناش نديروا هذه. وفي الاخر الراجل عيا. شحال عنده من عام هاد الوليد هذا؟ شحال عنده من عام؟ الوليد عنده تقريبا تكون في عمره في 25. 25 والديه شنو كيقولوا فهاد الشيء ملي كان كيتفرجوا فهاد الشيء؟ شنو كان شنو رد فعل ديالهم؟ كيقول لك مريض ما تديوش عليه راه مريض. مريض هو ملي كيبقى يضرب ديك القرقوبي وكيسكر كيدير راسو بحال مريض، بحال كيتعرى وكيبقى يزبال، وهذا كيقول لك ما تديوش عليها مريض. ماشي انا نمشي هذاك ندير ولدي اللوحه في الزنقه ولا هذا، وانا انا اللي خصني نخرج من هنا الصراحه الله، انا حيت ما يصالح ليش نربي خمسه البنات هنا على الخوف، رجعوا خوفانين. هو اصلا بدا ما عندهمش لا قناد القرايه، ما عندهم قناد حتى حاجه، قسم بالله الا بنت دابا الا ما طلعتيش، الا كانت الليله ما طلعتيش مع السطح لا طلعت بوحديتها غبدا بسبب بحال اللي تركب فيهم الخوف داكشي اللي كيعيشوا واللي كيشوفوه يوميا. منين انا نخرج خصني ضروري اختي تبقى معاهم في الدار، الا ما بقاش معاهم في الدار ما تصدعش نخليهم بوحديتهم. ملي كنخرج يهبطوا الشراج يسدوا باب السطح بحال اللي كيخافوا من هاد. وملي قلنا زعما تشد هاد عام ونص قلنا نتهناو منه شويه، وساعه دابا خرج لينا باه في الجنب عاوتاني هذا يمشي يبقى خصو غير يجبد الراجل باش يهضر معاه، يمشي للواد الحار يبقى يردوا علينا هنايا، يمشي يبقى يضرب الدراري بالحجر، وما كنخليهمش كاع يخرجوا غير الا كان الا كان غنقول لهم ها كيتسخروا ليا في البقاله ولا شي حاجه ولا خرجوا لهنا. اما هما ما كيخرجوش كيجلسوا غير في الدار وصافي. فين يخرجوا فين يمشيو؟ ما عندهم فين يمشيو الصراحه. وعندهم الترانسبور كيوقف لهم الفوق حيت عندنا هنايا الحومه هذه بعيده علينا المدرسه، كيدار لهم سميتو درت لهم الحومه هذه الترانسبور كنخلصوا الرسم. ايوا ملي كيطلعوا للتروسبو كيبقى يحرش عليهم، يقول قال ما بقاش دوزوا من هنايا، ودابا فهاد البلاصه بحال الطريق داير فيها واد الحار، وهذيك واحد البلاصه كيدوزوا منها حط فيها واحد الكلب بحال شد معنا باش ما يدوزوا لا من هنا لا من هنا، طرقا كامله مسدودين. شد معنا الزكير الطوبي الزكير، وانا والله العظيم ما كرهت نخرج من هنا وحق الله. وما شحال الوقت باش جاو سكنوا هنايا؟ هما يلا شي 3 سنين دابا 3 سنين باش. واش هادشي بدا كيف جاو هما سكنوا؟ من ديك الساعه هو كيتحرش ومن ديك الساعه هما بمشاكل اولا تدوزوا واحد الوقت؟ لا دوزوا واحد العام، دوزوا واحد العام. العام الاولاني ما كان كيقرب لي لكم ما كان والو. الراجل عندي في الاول قسما بالله قال لي خلي الراجل يبني ونسنا، بغينا الجيران يكونوا هنايا وعطاهم. حيت كنتو زعما بوحديتكم بغا زعما ان يكون ديك الجو ديال الجيران مع بعضكم، ما كانش يعرف شنو كيستناه من مورا هاد السكنه هاد الناس بحالهم. عرف هادشي كيتسناه ما يدخلش معاهم كاع، وعطى واحد الدار حيت خلانا واحد الراجل مورانا
مشى اسبانيا وخلانا السير وتعطاهم فين يديروا السيمه وعطاهم في الشواق وعطاهم البلاط وعطاهم كل شيء، قال لهم غير بني وفين ما يحتاجوا الماء ولا الضو يعطيه لهم. فرحان، كان فرحان يكونوا معاه الجيران، حيت كنا بوحديتنا هنايا في هذه البلاصه هذه. ساعة منين بداو يطولوا شويه بشويه، هو شافو غير بوحديتو كيحني الراس، ما كي صراحه الله عمره ما ظلم شي واحد هنا، ورا الناس كيشوفو عمره ما ظلم شي واحد، وما عنده شي مع المشاكل والصداع والله العظيم، لا انا ولا هو الصراحه ايوا انت هنا كتشوف كلشي. نتوما كنتو كتبغيو زعما غير ديك الجو انكم تكونوا مزيانين، ما كانش يعرف بلي هذا الخير اللي كان اللي كيعمل فيهم في الاخر غيتقلب عليه. والله العظيم الا كان عامل فيهم الخير طوبي وفي الاخر تقلب عليه بهذا. مشينا دوزنا وخسرنا بزاف ديال الفلوس في السكانيرات وفي هادي، حتى ولا وجو بعدا غير فتح بعدا غير عيني، ما الراس باقي كتجي الدوخه لحد الان، لحد الان كتجي الدوخه بديك لانكول ديال مالقاطع، ديال مالقاطع باقي كتجي الدوخه، ما كيقدر لا يخدم لا حتى حاجه، هي غادي طاعت الله وصافي. يعني والله خسرت عليه الدوايات والسكانيرات، مشينا حتى القنيطره فين دوزنا له وشرى الدواء تقريبا خرجت له شي 7 القطاري غير ديال العينين، خليه داك الشيء ديال السيكاتريس ديال وجهه وداك التخربيق ديال وجهه سميتو. ايوا كاين الناس هنا الصراحه عاونونا الله يكثر خيرهم، ما ننساش خير ديالهم. وكاين الناس انا ما الصراحه الله قسم بالله العلي العظيم عمرني ما يتصحاب لي واش كاينين بحال هاد الناس في الدنيا. انا تقريبا شي 13 عام وانا في تشرب ديبان، عمرني في وسط طنجاوه الله يعمر ليهم الدار، عمرني في حياتي ما لا هو ولا عمرنا ما دوزنا مع حتى شي، وغير فكره ملي يجي ناس كنا ما يتحابليش انا كاينين بحال هاد الناس هادي في الدنيا، وحق الله راه ويتحاب لي انا غنجي ندير دار ما تجيش ما تقدرش تعرض ولادك ولادك. نعم بعتها ارض والله على قبل ما يديروا الفوتوات ديال الدوك وربعتها ارض. ايوا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اذا مشاهدين شوف تي في كيف ما سمعتوا معنا كيف ما شفتوا، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، شاب في 25 من العمر ديالو جا بغى كيتحرش بالبنيت عنده 13 عام وكتجيبها كيتحرش بيك، قلتي لي قبيله انت شحال مره جا كيتحرش بك؟ مره انا ما كنديهاش فيه، ماشي بحال بنيه بحال انا كنشوفو كيتعرو كيهبط السروال كندور عيني كنقلب كندير راسي ما كنشوفش، كنقلب عيني وكنمشي ندوز ديريكت البنيه لا فهمتي كيعيط لها وكيبقى يسيب عليها الحجار وهادي هو كيتعرى العيل الصغير كيقول ما نقدرش نقول هاد الهضره هادي. نعم بالاحسن الا كانت شي حاجه ماشي هذوك محتاجش بالاحسن. اذا مشاهدين شوف تي في كيف ما سمعتوا زعما صعيب هذا الوقت اللي زعما رجعنا فيه، رجعت يخاف الانسان يطلق ولادو في الزنقه، يخاف الانسان انه دابا يبغيو غير مثلا يخرجوا للمدرسه ولا شي حاجه يخاف يسردو شنو يقدر يوقع لهم. انا حيت ملي كيوصلوا السبعه ما كيوليش يديروا لهم ترونسبور، صافي كيقطعوا لهم ترونسبور، خصني ضروري هذا العام اللي ماجي ضروري خصني ضروري نحيد من هنا، حيت شحال قدك تحضيها في المدرسه تقديها وتجيبها وما عندهم غير جوج سوايع تقريبا كيقراو ولا ساعه، خصك تبقى قدام المدرسه ما تقابل لا دار لا حتى حاجه، وما عندك قابل غير بنيته ديالك عندك تخرج وقع لها شي حاجه ديها وتجيبها. ما عنديش غير هي، راه عندي تبارك الله 5 نفوس، خصك تحضي الدار وتحضي هذيك ولا دير لها الخده، خصني ضروري واخا تكون دار في وسط الغابه خصني غير ما يكونوا شي ناس خايبين باش نسكن فيه. والله العظيم على وديت هاد البنية هادي، وانا ولا يكون لي واحد القرية لا ما جبرت حتى حاجة غنجلسها من القرية. تجلس بنتك خوفا عليها عندك يوقع لها شي حاجة. بلاتي ها هو كيتعرض عليها حدا الدار، ويلا جبرها بوحديتها جاية من المدرسة راه ما تصدعش اش غيدير لها، شوف الراجل شنو دار لها. دابا انت كظن هو مور ما يخرج من هاد العام ونص يقدر يعمل شي حاجة عاوتاني. كنظن يعمل، حيت هما مادام والديه كيتحرشوا بينا وكيبقى يقول لك ديروا له التنزل يخرج يدير كثر يقدر يدير كثر، مادام عطاتو نفس ديالو يمشي حرق له العينين ويخوي عليه الماء القطع اي حاجه يقدر يدير اي حاجه توقع منه فهمتي. في الليل قسما بالله العلي العظيم الا في الليل شحال قبل ما يتشد كنجلسو حتى لديك الجوج اللي هذيك كنسمعو براق بالحجر بحال عايشين في شي الحرب في فلسطين وداك بحال هذاك الشكل. كتسمعوا شي باق جات شي جات ضرباكم شي حاجه باق من الباب ولا من الحيطه ولا هادي كيبغي ينوض كنقولوا نعس اللي بغى يريب الحيطه يريبو ما تنوضش، وانا خايفه انا من هاد الشيء ما خلي خفتي منه طحتي فيه. خايفه انا من هاد الشيء وفيما يتعطل بلي نقول له ما تعطلش بلي
حول ما امكن ما تعطيش بلي 8 باقي الطريق عامره اجي معاهم حيت انا عارفه ما غيدوزالوش هذيك 3 شهور اللي تشد ما غيدوزالوش. ورا قالوا هليا الناس حضروا الناس قالوا لا راه باقي كيحلف عليكم وباقي كيدير لكم خصك ضروري تحاول ما امكن تخوي بناتك هنا. هو ما خايفاني الصراحه الجيران خايفين من البنات ما كانوش خايفين من الراجل يوقع له هذا الشيء كانوا خايفين من البنات يشد شي وحده ولا. ولكن انا حاضيه طوبي انا كنبغي نمشي محتاجه نمشي نخدم ولكن ما كنقدرش والله العظيم الى الحوايج اللي كنجيب هنا وكيجيو عندي الناس كيديهم هنا ويشريو صافي اولات جلس اختي تقابلهم هنايا وانا نخرج ندي لهم الحوايج ولا شي حاجه. ايوا لا حول ولا قوه الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل. والله والله عمرني ما تحاب لي غنطيح في هذا المشكل هذا. انا قلت 13 عام تقريبا وانا في المدينه في وسط الراجل خدام قسم بالله في ارض الدوله عمرو شي واحد ما اداه وهما بالعكس كي فهمتي كيعجبو الناس وهذاك هو بيدو في ما يجيش يطونو حيت هو الخدمه ديالو تا بيستا منين ما جابش الله مع العينين داو مابقاش بحال تخربقوا ما قدرش يخدم بدا كيخدم غير بداك الخطه. ايوا الله يجيب زعما الله ياخذ لكم الحق فهاد السيد هذا. لا حول ولا قوه الا بالله. مشاهدين شوف تي في كيف ما شاهدتوا معنا في هاد البث المباشر من دوار شراقه نواحي مدينه طنجه زعما اسره كانوا الحموشي يدخل لينا في هاد الشيء ولا جلاله الملك الله ينصرو والله يخليه لينا يدخل لينا في هاد الشيء غير يحيدوا لي غير الكابليات ديال الضو باش تباع لي الدار باش نشوف فين نعطي راسي فين نمشي فين ما كانت نمشي غنقري وليداتي. والله يرحم لكم الوالدين الله يخلي لكم الصحه ديالكم. الله يربي الحبيب يا ربي يوصل صوت ديالك المسؤولين ويوصل لشي واحد اللي يقدر يعاونو. اذا مشاهدين شوف تي في كيف ما سمعتوا معنا اذا وصلنا واياكم نهايه هذا البث. نتلاقاو ان شاء الله معكم فيديوهات اخرين ومع حاجه اخرين ان شاء الله. مع السلامه.